شويه. بالنسبه للوقيت هذه نستقبلوا ضيفنا الاستاذ انور المرزوقي، الاستاذ الجامعي المختص في مجال التاريخ. مرحبا بك سي انور. وبيك سي حافظ، وبيك بكل المستمعات والمستمعين. ان شاء الله عام مبروك. كل عام وانت بخير. كل عام بخير، ان شاء الله بالصحه والسعاده والعافيه ان شاء الله. دونك سي انور اليوم ماهوش وحده، معاه فلا اللي قاعدين يشوف فينا زاد على نوتر باج سور فيسبوك ولا على www.radiomedtunisie.com. دونك ينجموا يشوفوا لي فوتو، ينجموا يشوفوا اللايف ستريمينغ اون فيديو اون ديريكت. دونك باش نحكيو على راس العام العربي اللي هو باش نحتفلوا به ان شاء الله يوم الخميس المقبل اللي هو موافي يوم 20 اوت. دونك عندنا عاده اللي هي دونك عرايس السكر اللي نسميه ما احنا عريس سكر. ثم برشا من المستمعين ولا اللي قاعدين يشوفوا فينا توا اللي هما يسألوا العادة هذه كيفاش بدات، وصولها، جذورها، باهية مش باهية. دونك هذوما كل من بين الأسئلة اليوم اللي قاعدين نسألوا فيها. بالضبط سي حافظ، يعطيك الصحة قبل كل شيء على الاستضافة. العفو. محلاه جوكم في السيدو، حتى من الحلوى انك من الحلوى. والمثل المثل النابلي هذايا، تعرف نابل في راس العام الهجري تولي قبلة الزواء. والعاده اللي معروفه بها نابل معناتها سبيسيفيسيتي نابل، يعني معناتها اختصاص نابلي، معناتها اللي هي عرايس السكر هذوما. والمثرد، مثرد وعرايس السكر نشوف فيه قدامنا الفاكهه والعروسه، يا اما عروسه والا جواد فارس، معناتها يكون في الوسط المثرد. يتسالوا سواء الزوار ولا حتى برشا من نابل يقول لك منين جاتنا جذورها، منين ليزوريجين نتاع العرايس السكر، منين جات وكيفاش وعلاش في نابل برك وكيفاش. دونك جات فرصه، ويعطيك الصحه اللي عطيتني الفرصه باش نوضح المساله هذه. يو فو بور توت، الناس كل سنه بالحق يقول لك منين جات، تهبط للسوق وتلقى اللي زاد معناتها البياعه نتاع العرايس والفاكهه، وفما حركيه اقتصاديه حرفيه كبيره برشا في نابل، وناس تشري في العرايس ما غير ما يعرفوا منين وكيفاش وعلاش. برشا يسالوا سورتو على الجذور نتاعها، برشا يقول لك وثنيه، صنم الاصنام وكذا، برشا يقول لك يهوديه، مسيحيه، اسلاميه، بريتو ما مش هذا بكل. الفرصه هذه باش توضح المساله هذه. كلنا اذن سيريا. بالضبط، يعطيك الصحه سي حافظ. دونك بالنسبه لعرايس السكر، العاده هذه استعمال العرايس السكر، والسكر هي عاده شرقيه 100%. علاش عاده شرقيه استعمل السكر عاده شرقيه؟ لانه السكر بيدو زراعه السكر ظهرت في الشرق، في اقصى الشرق. ما يعرفوها لا الغرب لا حتى بقعه. اول ما ظهرت زراعه السكر القديم هي في الشرق الاقصى. قبل يعني في يقول قايم مالاش كانوا يستعملوا السكر في بلاصه السكر، يستعملوا اما لي فخوي هذوما يا اما الثمار تعرف فيها السكر، وانت تعرف تبارك الله سيد العارفين في المساله هذه. السكر يستعملوا الثمار ولا العسل. العسل كان هو اللي يعوض. من بعد والفتره هذيك كان السكر كان بالحق ان برودوي دو لوكس، معناتها ماده معناتها ما كانش يستاهل كيما العام اللي يستعملوها عموم الشعب، بل كان معناها الاثرياء. الاثرياء برودوي دو لوكس باركسل، معناتها بامتياز ما يستعملوش برشا. دونك العاده نتاع استعمال السكر والعرايس السكر ظهرت في الشرق، دي انه زراعه السكر ظهرت في الشرق. دونك هي عاده شرقيه جاتنا من الشرق. واحد اش كانوا يستعملوا عرايس السكر والسكر هذا في الشرق، يستعملوه خاصه في عيد الاموات، في لافيت دي مار. عيد الاموات علاش يستعملوا السكر في عيد الاموات؟ لانه باش يتجاوزوا المراره نتاع الموت، يتجاوزوها ياكلوا السكر ويعملوا هالعرايس هذوما نتاع السكر باش ياكل. دونك عنده رمزيه عرايس السكر اللي في الشرق، عندها رمزيه دينيه. دونك الناس كل تسال منين جات، راهي جات من الشرق. كيفاش وصلت لنا؟ أنا مش نرجع كيفاش وصلت. دونك عندها رمزية دينية وحاجة مقدسة تابعة للموت، لا فيت دي مار سمي بارتو، يعني باش يتجاوزوا كما قلت لك محنة الموت، ياكلوا السكر ويعملوا عرايس السكر وياكلوا الحلوى كما احنا تو في الاموات نتاعنا، في الفرق هذا فرقات الكسي وكلاتهم يوم عرايس الحلوى هذوما. باهي دونك كان فما سكون ابيل ليان ما بين سكون ابيل السكر والمقدس. الفرنساوي يقولوا لو ساكري، يافي ان رابور اونت لو ساكري اي لو سوكري، لو سوكري اي لو ساكري. تبدل دوز فوايد تبدل. دونك علاقه كبيره برشا بين اونت لو ساكري اي لو سوكري، هذا في الشرق. باهي قول قايل كيفاش جاتنا. دونك السكر كان عنده سي برودوي بوليفالون نقولوا حافظ، بعد يستعملوه في الافراح زاد كيف ياكلوا الحلوى، ولكن خاصه في المآتم في الافراح والاتراح. انت يستعمل قاعد قلت لك سي برودوي بوليفالون، يستعملوه كثير استهلاك.
كيفاش جاتنا العاده هذه وجات وصلت لنا وعرايس السكر؟ لا هي وثنيه ولا هي ولا هي قبطيه ولا هي يهوديه ولا حتى شيء من هذا كل. العاده هذه هي كفكره، هي فكره فاطميه. فكره فاطميه، والفكره الفاطميه وعندها ارتباط وثيق. العاده اللي عندها علاقه بالبيت، الفاطميون سي حافظ كانوا يقدموا الحلوى في المولد النبي الشريف، اول من احيا واحتفل بالمولد، المولد سيدنا عليه الصلاه والسلام، هو اول الفاطميون في مصر، هم اول من احيوا المولد النبوي الشريف في العالم الاسلامي. بتوزيع الحلوى يوزعوها في شكل عرايس اكزاكتومون سا، تدخل على الانترنت تحط بوبيت سوك معناتها الفاتيميد سي بريسكو معناتها تقريبا هذه هي، معناتها هذه هي الاشكال تختلف في كل واحد كيفاش. وتنشوف بعدها علاش نستعملوا الفارس والعروسه، هذا كل مرتبط زاد بالفاطميين. تو تشوف ولا يتفنوا شويه تو يستعملوا الديك ولا يستعملوا، لكن اذا كان مش تهدي بالحق هديه كعروس سكر يا اما الجواد الفارس والا العروسه اللي هي قدامنا هذه، جبت عروسه اللي ناديها لكل المستمعين خاصه اللي قاعدين يتفرجوا فينا. فوالا دونك هي عاده فاطميه. فوالا دونك الفكره هي جات من المشرق في المولد النبوي الشريف، ماهوش في راس العام. هذه كيفاش دونك في المولد النبوي الشريف، يعني في شهر الربيع الاول اللي يسمى الربيع الانور. انور مش الربيع الانور اللي انا تولدت فيه، ها سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دونك يوزعوا الحلوى في شكل عرايس في اللي في المولد. دونك احتفالات المولد النبوي الشريف في مصر الفاطميه يعني يتم في شكل العرايس هذوما. وكان فما حتى ديوان يسميه ديوان الحلوى، كما نقولوا تو وزاره مثلا فماك ديوان الخرائش اللي نقولوا احنا عندنا تو وزاره الماليه خراج معناتها لابو. فما ديوان الحلوى ما عندها قيمه ذي مع سان برودوي معناتها عنده مكانه كبيره برشا. هذا في مصر في العهد الفاطمي. باهي سي انور باش نتفاهم معك. دونك الفكره جات كما قلت لي انت من المشرق في البدايه. دونك هذه الفكره الاولى ما عندهاش علاقه لا بالاصنام لا بالديانات جمله. ومن بعد الرمزيه نتاعها بدات تتنقل شوي بشويه. حكيت لنا كيفاش كانوا يستعملوها زاده في المولد النبوي الشريف في مصر، دونك كانت موجوده غادي. قلت لنا كو ثم رموز اخرى ينجم ما يكون شكل العروسه ولا شكل الحصان في حد ذاته، ثم حاجه اخرين ما المتفق عليه يا هذا يا هذا. وفي الاخر تعدينا تو كيفاش وصلت هي لتونس. ومن بين نحب نحكي على التماثيل باش نكمل مع الفاطميين التماثيل هذوما الاشكال هذوما. قلت لك فما يا اما عروسه والا العروسه اش ترمز؟ العروسه ترمز دي زوجة الخليفه الفاطمي، يسموه الحاكم بامر الله، زوجة نتاعها كتكريم ليها معناتها هذيك عروسه زوجة الخليفه الفاطمي يسموه الحاكم بامر الله ولا بنته. وكان فما عاده في مصر معناتها يتبركوا بها، كان الخليفه الفاطمي الحاكم بامر الله باش يكافئ خاصه القاده الجيش نتاعه، القاده مش الجيش كل القاده اللي يدور معناتها، كان يقوم يعني احتفال كبير وسيريموني كبيره برشا، يقوم بتزويجهم بتزويج القاده نتاعهم القاده نتاعهم نتاع الجيش، يزوجهم بالفتيات جميلات معناتها. كان العروسه ترمز للفتيات نتاع اللي زوج معناتها الخليفه الفاطمي القاده نتاعه معناتها، الفتيات هذوك ترمز دونك العروسه ترمز لزوجة الخليفه الفاطمي وبناته. وبالنسبه للفارس او الجواد هو يرمز الخليفه الفاطمي هذا الحاكم امر الله، ترمز لمكانته معناتها وقيمته ورمزيته في المجتمع في العهد الفاطمي. دونك الفارس هو الخليفه الفاطمي الحاكم امر الله، وبالنسبه العروسه هما البنات اللي زوجهم الخليفه وبنته وزوجته. دونك هي ماهيش دينيه قد ما هي تاريخيه. اي تاريخيه رمزيه، تاريخية معناتها عندها رمزيه سي سيمبوليك معناتها سيمبوليزم معناتها تماثيل ترمز الجواد الخليفه الفاطمي باش يتبركوا له باش فهمت كيما تجي تعمل من عرش حاجه هكا سيمبوليك لي انا كتكريم ولا وكيفاش وصلتوني؟ دونك هذا السؤال كيفاش وصلتوني؟ فوالا هالعاده الشيعيه كيفاش وصلتوني؟ وصلتوني لانه في وقتنا جاتنا الساعه قبل كل شيء من صقليه. لكن كيفاش وصلت من مصر في العهد الفاطمي الى هذا في القرن العاشر الى صقليه؟ لانه في وقت ما في القرن العاشر بعد الدوله الاغلبيه جاء حكم صقليه يعني
في عهد العائله الكلبيه هذه بنو كلبيه قبيله عربيه. فالعهد يعني في عهد العائله الكلبيه اللي اعترفت بالولاء للخليفه الفاطمي مصر يعني كي اعترفت بالخليفه الفاطمي خذت كل العادات الفاطميه. يعني وقعت الشيعه ولات شيعيه، يعني هي صقليه نفسها في عهد العائله الكلبيه ولات شيعيه. ولات شيعيه ويعني ولات يعني تطيع الخليفه الفاطمي بمصر. دونك صقليه ولات شيعيه، دونك خذت كل العادات الفاطميه. انتقلت من بين العادات انتقلت من مصر للصقليه هي ظهرت عرايس السكر هذيا. دونك ومن صقليه بطبيعه تعرف العلاقات الوطيده والترابط الحضاري ما بين تونس وصقليه كان ترابط منذ يعني العهد البوني، يعني لو تواصل حتى العهد الروماني وبعد العهد الدوله الاغلبيه وبعد العهد الدوله وحتى العهد الدوله الفاطميه. ومن وقتها جاتنا العرايس السكر جاتنا من صقليه. دونك اللي يعني يبحث على جذور يعني عرايس السكر هذه راهي جاتنا من صقليه في عهد الحكم الشيعي الفاطمي. دونك نجم نقولوا المشرق مصر صقليه ثم تونس. ثم تونس بالضبط. هذا هو. دونك رمزيه عرايس السكر هذو ان تبرز الترابط هذا الترابط الحضاري ما بين الشرق والغرب وما بين يعني خاصه صقليه والبلاد التونسيه اللي هي علاقه وتفاعل يعني وترابط حضاري قديم وقديم جدا. وثما اللي يسمع فينا توا كي نقولوا بين صقليه وتونس واحنا قلنا كو هي موجوده كان في نابل، دونك علاش نابل بالتحديد؟ والله وصلت نابل اول مكان او المدخل لها علاش كان في نابل؟ مدينه نابل هي حافظت على هالعاده، جات الصقليه والوطن القبلي تعرف تعرف يعني الترابط الحضاري ورمزيه الترابط الحضاري طرفين. يعني شوف انت حتى في الجارجون بتاعنا التاثير الصقلي والتاثير من القليبيه في الوطن القبلي القرب نابل يعني تاثير حتى في الجارجون بتاعنا. شوف الجارجون تشوف الكلمات نقولوا الصالصه نقولوا الجارجون تاعنا الجارجون دو 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 معناتها شوف الحوت البصل كلهم يعني الكل يعني مربوطين كلهم من يعني فريمة. كلمات واحد ايطاليه صقليه يعني هذه رمز للترابط الحضاري ما بين صقليه والوطن القبلي وبالاساس مدينه نابل. مدينه نابل علاش يعني حافظت على هالتراث هذايا؟ لان قبل كل شيء عندنا ديزارتيزون اللي يعملوا المثارت وعندنا الصنايعيه اللي يعملوا اختصوا في العرايس السكر هذوما. ما تنجمش تصور يعني الحركيه اللي تخلقها هذه العرايس السكر في راس العام والتحرير يتم ساعات. انا بقيت بهذي قالوا عام كامل يحضروا يستوكيو في السكر يستوكيو يعني يعملوا من اجل المناسبه المثرد يعني. المثرد النابلي هذايا الاصفر والاخضر معناتها سي سبيسيفيك نابل سي نابلي بلبل دونك يمثل حتى دونك الشخصيه المحليه بتاعنا وتراثنا اللامادي وهذايا كل وقت محافظ عليه ولا التراث هذايا والعاده هذيا وقت محافظ عليه بفضل بكل صراحه نقولوا بفضل جمعية سانت مدينة نابل هي الهدية اليوم هذايا المثرد هذايا من قبل يهديوا لكم كل الافراد جمعية سانت نابل مدينة نابل يعني رئيسا وكانت معاهم وكل الخيان الكل واعضاء الكل بما فيهم انا. دونك هذه الهدية نتاع الجمعية مشكورين مش هدية انور مرزوق بل هدية جمعية سانت مدينة نابل نحييهم الناس الكل نقول لكم ان شاء الله عامكم مبروك. حتى المثرد مكتوب عليه الجمعية اسم الجمعية دونك حافظت عليه من لانه جاء في اول في وقت من اوقات عام 96 حافظ كان مش اندثر على هذا هذه كلمة اندثرت وكملت وبفضل يعني الجهود من الجمعية وقع يعني إعادة الروح المهرجان هذايا. كل عام عندنا مهرجان السنة مالوريزمون الدورة 13 ماهيش باش تتم للظروف الاستثنائية بالمحافظة ما تعرف فيها هو الاحتفال الكل يتم في دار نابل في المقر الجمعية كله موجه للصغار للأطفال يلونوا ويشوفوا كيفاش اللي يعملوا المثارد وخاصة التلوين وكل الورشات كل موجه للطفل. سنة ما تعرف حفاظا على 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 صحتهم وعلى سلامتهم. دونك القاعة الاختيار انه الاحتفال سنة ان نأجدوه الى ان شاء الله مناسبة اخرى هكا حد الباس ان شاء الله مناسبة اخرى. دونك دورة 13 حب نعلم السادة المسؤولين دورة 13 وقع تأجيلها رسميا فوالا يعطيك صحة سي انور شكرا ليك هزيتنا في
في دولة للتاريخ وحكينا على كيفاش معناها جات عادت عريس سكر كيفاش وصلت النابل وكيفاش الباركور اللي قامت به من المشرق ثم مصر ثم الصقلية ثم إلى الوطن القبلي. مثل تأثير التأثير الإسلامي الشيعي الفاطمي كي تشوف العروسة راهو ذي الحب هذا الفكرة والخلاصة نخرج بها وحب اللي يخرج بها السادة المستمعين خاصة أنه هذه تمثل التأثير الشيعي الفاطمي الإسلامي في 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 مدينة نابل في يعني بالأساس. ولا هذا اللي حبيت أقوله وبارك الله فيك. شكرا لك يعطيك صحة سي أنور المرزوقي الأستاذ المختص في مجال التاريخ. احنا مازلنا متواصلين معكم مستمعينا حتى الستة العشية في ديمونش بلوس، وآخر باش نحكيو على